مسامحة هاني دابا ربي يفرجها. قلت لها هذوك الناس اللي ظلمونا في مولى عبد الكاملين، هذوك الناس ظلمونا تشدوا علينا وتشهدوا فينا بالزور. من بعد دابا مصدوم اخويا، انا كان خويا معايا ما غيطرحش يتشكي. انا مظلوم يا خويا، مظلوم تشدوا علينا الناس اللي ضيعونا في حياتنا في شبابنا. اخوان اخواش، انا شاب كان مقوي العقليه، غنصرح لكم بصراحه. لا طلع طاع هادشي اللي مكشاب عليا، ليه تعواشر جاو لي دوك الناس وتعدوا عليا وخويا ما كانش، كان عند جوندارم. مشيش انا لا دخل، انا خليت محالي انا وخا، ومشيش عند المحل ديال خويا موطور سلعه الشو وكلشي. ايش دوك الناس اللي تعدوا عليا اللي كانوا مع المرحوم الله يرحمه، اخونا في الله الحمد لله، واش مشينا كاين الله سبحانه وتعالى. هذاك السيد بينو بينو والو، يعني السيد اللي مات كان ولد دربكم، ولد دربنا، وما بينو بينو حتى شي عداوه مخاطر، هو حتى هو نفسه خايبه، اذا ضرب شي واحد معاه بحال ضرب شي هو، هذا هو اللي كاين. هو مقرعب وسكران، الاخرين مقرعبين وسكرانين، ورايحين سكرانين مع بعضياتهم، وانا ما كنتش معاهم، يعني انا لابد ما نضرب منهم في بعضياتهم. هذا الشيء اللي كاين، انا ضرب شي واحد فيهم ناد المرحوم الله يرحمه مسكين، ترابني وازن قشبين السيوف ديال الماسكيش ولا اله الا الله. اليوم العواش راه تشو رجون دار محاضرين لهادشي كامل، حتى تبعهم بالحجر. هادشي معاش وقع تقريبا، وقع ما بقايش 9:30 العشرة، قرابة العشرة بحال شي 9:30 هكاك العشرة تقريبا، وقع هادشي. جوندار من هود بغاو يطفوا لهم العافية، دو عليهم بالحجر، هربوا في حالاتهم. وانا داتني مواش الضحية اللي مات الله يرحمه، دار مشينا وياه صافي، فكاتني مو داتني اللي داتني الدار، دخلوني بزز بدخلوني الدار، حاجة ديالي بقى برا وديالي مشى ليا ولا اله الا الله. المهم مشى لي ديالي، تعدوا عليا دوك الناس واني المهم انا قلت انا ما غنسكتش على حقي، ودخلوني صورتو عليا الباب. بقينا شي ساعة عشرين اخو، شي ساعة عشرين بحال هكاك، تا كيجي واحد الدري غوش واو يوسف، واو يوسف ترا خونا الكبير، انا قازك من فوق الشرجم، داشو جداه والناس طلعوا لدار جداه، نقز من السطح من الشرجم جي شابعني انا، تردرف في راسو، يا ديك من هزو في شي طونوبيله غادي بيه السبيطار، هادشي اللي قالو هزو طونوبيله غادي بيه السبيطار، مات ليهم في الطريق، انا لله وانا اليه راجعون. مكشاف الله راه تيتصرف هادشي اللي كشاف عليا بحال انا وليت انا بحال انا قاصر، ولكن انا كنتمنى من الله ومن السلطه ومن الوكيل الملك ومن جلاله الملك محمد السادس نصر الله يفتحوا التحقيق. انتم في هاد اللحظات غادي باش تسلموا راسكم ان شاء الله، حنا ما خايفينش، حنا ما هربانيش من المخزن، حنا ما خايفينش من العداله، حنا خايفين من الناس اللي بغا نقتلونا. شحال من واحد ومرا عائله، ومرا عائله كبيره والله سبحانه وتعالى، راه كانوا كيتهدوا علينا وبغا نقتلونا اخويا. انا جيت دابا صافي، انا الحمد لله كنت مخشي في غابه، انا دابا جاي مهود، غادي مهود لي بريكا ان شاء الله، دابا نقدم راسي. لا طلع طاع هو هادشي اللي مكتاب عليا اخويا، ولي دار الله هي اللي كاينه. جواد شنو تبغي تقول الوالده ديالك، الزوجه ديالك؟ الوالده ديالي والزوجه كنقول لهم المراه عندي حامله اخويا، انا دابا اللي كنقول لهم انا صبروا ما عندكم ما ديروا، مكتاب الله هذا، ولكن الحمد لله على كل حال. هذاك النهار انا راه كنت خدام، شنترزق الله. ملي جاو بقى شحال حتى العشرة تعطلت بواحد الساعة، جاو جوندارم داوني ديك الساعة، أنا داوني قالوا لي يلا غتمشي معانا، داوني حتى لابريكال وشدوني شي ساعة بحال هكاك عاد طلقوني. هذاك النهار أنا راه ما كنتش، ما غاديش يوقع هادشي، ما نخليش خويا يطيح في هذا المشكل، ما غنخليهمش يريبوا البراكة وغادي يديروا ديك الحالة كاملة، ما غنخليهمش يوصلوا لهذا الشيء. ولكن الحمد لله مكتاب الله كيتصرف، الحمد لله على كل حال. دابا يعني دابا حاليا فكرتوا غتمشيو غتسلموا راسكم؟ واخا بزاف ديال الناس غادي نسولوا يقولوا علاش كنتم مخبيين هذه المده كامله. حنا ما كناش خابين، حنا ما هربانيش من العاده، ما خايفينش من المخزن، حنا راه خايفين من هذوك الناس باقيين كيتشادوا علينا حاليا، باقيين كيتشادوا علينا.
باقي لدابا كيخلعونا وشي يتهدوا علينا وشي يقول لي غنشدوا غناخذوا حقنا بيدينا، وهما عينهم فينا، هما عينهم فينا من الاول في الحرام، هما كيمشوا كيجريسيو بنادم، راه دوك الحوانات كلشي تما النص فيهم كاملين ديكلارين بهم، كاملين ديكلارين، كيمشوا كيوقفوا عليهم كيدوا لهم رزقهم بصحه، ما يقدوش يدويو حتى شي اللي دوا غيولي ضار فيه شي واحد. ولكن الحمد لله حنا ما ناويش يطرا هادشي، كنا كنصعبوا هذيك الليله جوات ديال عيشوا، راه دازت عندكم صعيبه، دازت صعيبه بزاف، دازت صعيبه داك النهار جحيم العافيه، والناس كلشي كلشي سكران، كلشي مقرقع، كلشي كيشير بالحجر، الجندارم هربوا، انا ملي كانوا غايدين بيا هبطوا تبعوهم، كانوا كيشعلوا في البنوات، راه ما يشهدوا شهود الدنيا وشهود الاخره، كانوا تبعوهم على حساب البنوات وهربوا ليهم، ومن بعد كملوا طريقهم هم صافي داونا ديك الساعه انايا، وخلوني عندهم واحد الساعه، بقاو كيقولوا لي علاش كتبقى حال وهذه، قلت لهم الساعه شعت لي واحد السلعه بغيت نكمل، انا شي نخدم الدجاج والكفشه وهادشي ديال الماكولات الخفيف. الحمد لله حنا دابا غنمشيو نقدموا نوطن ان شاء الله. دازو صعاب عندكم ياك؟ دازو صعاب بزاف، ولكن داك ما كتصورش الاحساس اللي حسينا به وداك الخوف اللي حسينا به، راك شاري ملي كتسمع راه عندك مشكل كبير كبير. روح الروح راه عزيزه عند الله، حنا بغينا داك السيد حتى هو ما ضيعش في حقه، ولكن راه تعدى علينا، راه ظلمنا، راه ظلمنا بزاف، راه تعدى علينا هو الناس اللي معاه. كنتي كتصرف عليها داك المشروع درتيه يعني باش انك تهز كتهز اسره جوال. هز عائله، انا خدام هز عائله، انا اللي نشري لها الدواء، ما شارش راه عندها السكري ومريضه مسكينه، وهز كنت رزق الله بالحلال الطيب. شنو المصير ديال عائلتك دابا انت؟ المصير انا خليه غتشرد، العائله ديالي غتشرد. ملي غنمشيو عليها حنا غتشرد، ولكن الحمد لله ربي ربي معاهم، ربي معاكم ما تخافوش. واش بغيت تقول للوالده ديالكم مرتك دابا؟ نقول لهم مسامحة، هاني دابا ربي فرجها، وقلت لها هذوك الناس اللي ظلمونا في مولا عبد الله كاملين، هذوك الناس ظلمونا تشدوا علينا وتشهدوا فينا بالزور، فانا حنا خايبين، حنا الحمد لله زوينين مع الناس كاملين، كلشي كيعرفنا تشم. ولكن هو مشى عند العائله ديالو. عطي الميكرو لزكريا. زكريا واش انت يوسف قلتي ان ضرباتك يعني النفس على السلعه ديال خوك، هذا المكتب اللي كتب عليك شنو تقول عليه؟ شنو تقول لنا عليه؟ ما عرفت اخويا، انا دابا مصدوم اخويا، انا كون كان خويا معايا ما غيطراش. انت ضرباتك النفس على خوك؟ انا مريحش نترزق لا خويا، ما بالي بوالو، انا ما كنديش ديال الناس، ما كنديش ديال الناس، وهادشي راه ربي اللي عالم بي ولا اله الا الله، المهم تديش ديال الناس عايش بديالي، هادشي 4 سنين وانا تما كاين ديال قايطه خدام، ترزق لا جوندار مشي عارف اي واحد شي عارف خدام، ماشي نبيع لنا في حال حشيش لا والو، شي نبيع البي مواش كارو، المهم شي حاجه اللي غدخل عليا البرد، شي حاجه حرام ما نديرهاش الحمد لله. مريح مالي ما بيت هذيك النهار اللي العواشر، جا واحد قال لك راه خوك دو جوندارم، خلى السلعه ديالو صافي وخرجتك جبي العافيه شاعله، لا اله الا الله اخو، اي واحد غيكون في بلاصه لا اله الا الله. يعني 26 عام يوسف كتشوف راسك غادي بواحد التهمه اللي ثقيله؟ مكتاب الله اخو واش غندير، هذا مكتاب عليه اخو، ما عرفتش مكتاب الله شي تصرف مع دي من دير اخو، كلشي بيد الله، ما عندي من دير. غاتمشيو تسلموا راسكم. هادشي اللي كاين اخويا، انا مال بال لا من عاد لا والو. كيما جواد وصل رساله لمرتو والام ديالو، شنو انت تبغي تقول للوالده ديالك وخوتك؟ اش نطلب من الدار يسمحوا لي دنيا والاخره، وانا راك تعرفوني انا باش نظلمش. راه ما تنظلمش، راك شوف كيعرفوني باش نظلمش، ما تظلمنيش، ما تديش لي ديالي، ما تنقزنيش، كلشي عارف هادشي، راه ما تنقزنيش، راه اللي بغيت شي ديالك، جينا من تحت الريح ديني كامل، ما تنقزنيش، ما تديش لي ديالي، حاش انا مش نديش ديال الناس، انا مريح نترزق الله بعيد من بنادم، باش بيني وبين بنادم، بعيد من بنادم، وكاين بنادم رجع تعدى عليا بغا يدير لي ديالي، وهاز عليا سيوف، وهاز عليا قشبان، وكل واش هاز، واخو راه. ربي معانا هو اللي غادي يصبرنا، وكنتمنى هنايا من جلالة الملك وسيدنا يجيو حقو لينا في التحقيق هذه، حقو معانا، حقو معانا، راه حنا مظلومين اصاحبي، حنا مظلومين اخويا مظلومين، شدوا علينا الناس يضيعونا في حياتنا في شبابنا، الله ياخذ حق بالظالم اخويا، الحمد لله يا رب تعاود لينا حقنا، حنا راه مظلومين. عشان تسلموا راسكم هاد اللحظة صعيبة عندكم.
شاش في الزور هاك اليوم عايش غير تغشمو شباب طاجو كامل غنموت شي واحد ما غيبقى ولكن الحق ان شاء الله الحق عن الحق ان شاء الله غنروحو الحق انا جاي في الله شرجاني في الله خويا رجاني في الله وسي حموشي وجلالة الملك يشوفوا من حالنا ويشوفوا هادشي يجوا حقهم معانا يشوفوا التحقيق حنا الدنيا والاخره اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.